حرية ممارسة الشعائر لثلاث أديان، إنما في 3 بليون في العالم ما يقدرش حتى يعمل له معبد صغير. يعني أنا دايما قلت قريبا لو النهاردة الصين قفلت لنا المساجد يا محمود، قالت لك أنت أنا مثلا أنا عندي 1 بليون بوذي مش أقدر أعمل لي حتى معبد صغير كده أهو، فهقفل لك مساجدك. يعني في حاجات خلاص العالم استقر عليها ومشي وإحنا لسه بنتكلم فيها. إنما يعني ما تكلمنيش بقى في الكلام الفاضي بصراحة، هطبق الحدود امتى؟ ما تكلمنيش بقى في الكلام الفاضي بصراحة، هطبق الحدود امتى؟ ده مش ده، هل دي أسبقيتي يا محمود النهاردة؟ مش أولوياتي طبعا. هل دي أولوياتي؟ مش أولوياتي. وبعدين ما احناش كفرة. ما يعني ده مش ده أسبقياتي. مش ده أن مدخل المجتمع في هذا النقاش الحاد والاستقطاب. في حاجة شيخ الأزهر قال دي